ما بعرف بيكونوا تخبوا بشي مكان. رصاص كان عم بيطير بالهواء، بيكونوا خافوا أكيد. بس عموماً لا تاكلي هم، إطلاق النار علينا مو جديد ومو سهل، نحن رح نرد، طمني. تتذكري اللي هاجمنا بزمانه وكان اسمه شاهين جيجال؟ رحت أنا وفرهاد لهنيك، وبصراحة نحن ثنائي ممتاز. مزبوط إنه فرهاد هو يلي قوصه براسه، بس أنا كنت معه دائما حامي. الرصاصة يلي قتلت جيم وقتلت زلمة شاهين جيجال طلعت من نفس السلاح. أخي اطلع فيني مشان الله لا تموت، أخي اصحك تموت، أخي أخي اطلع فيني لا تموت، أخي أخي اصحك تموت اطلع فيني. أصلي جنيد هو اللي قتل أخي. فرهاد أنت كان معك حق، الإنسان بيطالع الجانب السيء وقت بيكون مضطر يقتل. وين رحت؟ وين رحت يا جنيد؟ وين رحت؟ الله يلعنك يا عديم الشرف، رح خلص عليك، رح خلص عليك إذا لقيتك. وينك يا جنيد؟ يا الله شو اللي عم بصير برا؟ شو هاد اللي عم بصير؟ انت شو عم تعمل هون؟ عجلي افتحي. انت شو جاي تعمل هون؟ شو؟ سكري تمك، سكري تمك ولا تضايقيني. القصة خلصت لهون يا كلثوم، أنا انتهيت ورح انهيكي معي، عم تفهمي؟ اهدي ولا تطلعي صوت. انت شو عملت هاي المرة كمان؟ شو صار لحتى منصاب بكتفك؟ جنيد أصلي بعد عني، لا تلمسني. ايه مثل ما بدك، اهدي شوي، أنا رح لاقي هالكلب وحسابه عندي، ماشي؟ نحن اللي رح نحاسبه، رح نحاسبه، ما هيك؟ رح نحاسبه، ما هيك فرهاد؟ فينا نلحقه ونحط المسدس براسه، حتى أنا صرت مثلك، فيني ألحقه وحط المسدس براسه، صرت أعرف كيف استخدم السلاح، بثانية واحدة مخلص عليه وبرتاح، ثانية واحدة. هاتي المسدس. شو صار؟ بلو انت المجرم اللي قتلت اخي، وهلا اجا دورك قتلك. انا اللي رح اقبض روحك بايدي، انا رح اقتله. تمام، اهدي شوي لو سمحتي، هاتي اعطيني المسدس، اعطيني المسدس. تقويس سهل كتير، منقوس وبس، نحن لازم نقوس. المسدس اللي قتل أخي وموته بأرضه ليكو، أنا ماسكته بإيدي، أنا ماسكته بإيدي. هاي لا تخاف، هذا اللي اسمه المسدس مقرف لدرجة إنكم بتخافوا فجأة بس صوبوا باتجاه حدا فيكم. لكن شو إذا أجت إيدي عزناد بالغلط وطلعت منه شي رصاصة غدر؟ شي مقرف وفظيع لدرجة الكل بيخاف منه، عم تفهموا؟ إيدي هدول كانوا يمسكوا مشرط الرحمة، مشرط الرحمة.
أنا قطعت وخيطت سنين طويلة لحتى الناس تعيش، مو لحتى تموت مثل ما أنا ناوي أعمل هلا. شو كنتي مفكرة رح أعمل بعد ما أخذ ال5 مليون؟ شو كنت رح أعمل؟ كنت رح أخذك أنتي وابني ونهرب من هون. إجا أخوك فرهاد والسيد عابدين مرة تانية ونزعوا لي الخطة، انفجرت البطيخة براسي المسكين من جديد مثل ما بيصير كل مرة. وبتفتحي تمك رح أقول أني أنا أبو لنجدة وأخذ الولد منك وأحرمك منه. عم تفهمي يا حلوة؟ عم أقول يا حلوة مع أنه ممكن تكون هي كلمتي الأخيرة قبل ما موت. قلسوم افتحي الباب، هاد أنا عابدين. دقيقة عابدين، الله يلعنك. والله يلعنك أنت كمان. بعد تعال تخبى هون. قلسوم شبك في شي؟ انتي فيكي شي؟ انا كنت خايفة وقت سمعت صوت السلاح من شوي. ايه اذا بتعرفي شو اللي عم يصير تحت ما بتصدقي. شكلي طولت كتير لحتى فهمت، أنا شكلي طولت لفهمت، فهمت وعرفت ليش مات أخي. هو ما مات بسبب جنيد أبداً، تعرف ليش مات؟ أخي مات بسببي أنا، أنا السبب. عم تفهم؟ أخي مات لأني كنت معك وما كنت معه، بتعرف هالشي؟ تعرف لو أني ركبت معه؟ آه يا ريتني كنت ركبت. أنا تأخرت عليه كتير كتير فرهاد، أنا تأخرت كتير على أخي، تأخرت كتير كتير عليه. تركني تركني تركني، طلع طلع علي شوفني، شوفني منيح، أنا عم موت، طلع علي شوفني، أنا عم موت كل لحظة وكل دقيقة. طبعا وقت فرهاد حاول يخنقه صار بده يحكي. هذا الحقير جنيد هو اللي هاجم فرهاد واصلي وصار يقوس بالبيت مثل ما سمعت. طيب جنيد ليش ليه يعمل هيك شيء؟ والله هالسؤال رح اسأله اياه وقت شوفه قبل ما حط المسدس براسه. قلسوم ليش يعني؟ ليش شو كان ناقصه عديم الشرف؟ يعني اصلي هي يلي قوصت عليه؟ ايه تمام، يعني هذا اللي صار. بظن انه اصلي ما قدرت تتحمل، قوصت عليه، حلال عليها والله. يا ريت حطت المسدس براسه، كنا دفناه هون بالغابه ونهينا الموضوع وخلصنا. اول ما شافنا هرب فورا، واصلي صابته اكيد مشان هيك ما رح يقدر يهرب لبعيد، منصاب يعني. شو لوين رايح؟ مو عاجبني وضع فرهاد، واصلي شكله متضايقه كتير، رح ضل معهم شوي، ورح اتفقد الاماكن يلي ممكن يروح عليها الحقير بلكي بلاقيه. دير بالك منيح ماشي؟ يعني لا تخليني ضل قلقانة عليك. ايه وانتي كمان. ديري بالك على حالك وعلى ابننا ماشي قلسوم؟ شايفي كيف؟ يعني ما في داعي اشرح شي. برافو عليكم، ديري بالك على حالك منيح وعلى ابننا.
أنا ما بطلب من الله غير شيء واحد يا جنيت، وهو إنك تموت وإنت عم تتلوى وتصرخ بأعلى صوتك من الوجع. بتشوفيه بمنامك، لو دعوت الكلاب مستجابة كانت السما مطرت عظام. مين الكلب فينا؟ المرأة اللي بدك تهرب معها بعد ما تاخد 5 مليون صارت كلب؟ بلا خطاباتك اللي بلا طعمة وحاش سرسرة على الفاضي. خربت الخطة تبعي، ومو أنا يلي نزعت لها الخطة. بدي إياكي تروحي على غرفتي هلأ، تفتحي درج المكتب، بتلاقي مسدس هنيك، وبتلاقي جواز سفر كمان هاتي. تاخدي المسدس اللي بالدرج وبتبدلي بالمسدس اللي أوصتني فيه أصلي، وبتجيبي لي شوية تياب معك، ولا تطولي بسرعة. ما رح أعمل ولا شي من كل هاد يلي عم بتقوله. أنا ما عم بطلب منك طلب، هذا أمر، عم تفهمي؟ وبدك تنفذي. طيب لا تعيط، الولد نايم. عبدين عم يعتني ببنت البيت الصغيرة اللي حبت نورة أهلها وقعد بالحرام. شي حلو كتير، تصفيق لعبدين البطل. بس شو رح يصير فيها إذا عرفوا أهلها إنه هاي البنت الحلوة تبع العيلة عملت علاقة مع صورون الليلي؟ شو رح يصير إذا فرهاد عرف إنه أنا أبوه للبيبي الصغير؟ منيح، تمام، انبسطت إنك فهمتي. روحي. أنت حقير.